اليوم بعيد العمال، ولا أخفيكم الطعم المميز الذي أستشعره هذه السنة بهذه المناسبة، وهذا نظرا للإنجازات اللي حققها كل عمال القطاع والذين يواصلون يعني أخذ المبادرة ورفع التحديات وخوض يعني سباق بعد سباق من أجل تحسين الخدمة العمومية. اليوم كان حصل لي شرف أنني شاركت في السباق يعني لأول مرة، والحمد لله هذا شيء اللي يبين بلي ما كاش رئيس ومرؤوس، وإنما كنا زملاء وكنا إخوة، وكما نقولوا الفوز دائما للأحسن واللي يكون محضر أحسن. والحمد لله اليوم نظنوا بالأمور كما نقولوا أكثر فأكثر الناس تحس بروح الأخوة وروح التضامن الموجودة في مؤسسة بريد الجزائر بين سعات البريد وبين كامل لي كومبوزونت تاع المؤسسة.